متابعة للتطورات في حلب ينضم إلينا مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. تحية لك أنس، مرحبا بك. تحية لك سنة. أنس، لو تضع لنا أو لو تشرح لنا الصورة، المشهد اليوم على جبهات حلب، أين تتركز العمليات اليوم؟ نعم، الضربات المدفعية الثقيلة وسلاح الصواريخ اليوم تركزت باتجاه مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة فيما تبقى من نقاط داخل مشروع الـ 1070 شقة وضاحية الأسد الواقعتين جنوب غرب مدينة حلب، إضافة أيضا إلى اشتباكات متقطعة شهدتها جبهة بنيان الواقعة في الجهة الشمالية الغربية، كما طال قصف مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة من قبل الجيش العربي السوري تحديدا باتجاه خان العسل التي تعتبر منطلق عمليات الإرهابيين، إضافة أيضا إلى الراشدين أيضا التي تعتبر منطلق هجمات جبهة النصرة وجيش الجيش الفتح الإرهابي، ما أدى لتكبيد هذه الجماعات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المجمل العام. بالنسبة للجبهات يمكن لنا الحديث أيضا عن يعني هدوء في الجبهات الأخرى، هدوء هو حذر، لربما هذا الهدوء يسبق العاصفة التي تشير المعطيات والمعلومات إلى أن الجيش العربي السوري بصدد استكمال العمليات العسكرية وأيضا شن عمليات عسكرية واسعة أخرى باتجاه مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة، لا سيما وعلى الأرض. فعليا يمكن القول بأن الجيش بات يشرف على أبرز معاقل الجماعات المسلحة، لا سيما باتجاه بستان الباشا، مساكن هنانو، وأيضا حي الإنذارات الواقعة شرق المدينة، يضاف إليها الإشراف الناري للجيش باتجاه دوار الصاخور عبر بوابة ثكنة هنانو وأيضا المقبرة، ناهيك عن العملية العسكرية التي يستمر فيها الجيش العربي السوري باتجاه مدينة الباب التي تعتبر ثاني أبرز معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بعد مدينة الرقة. بالانتقال أيضا إلى ما شهدته المدينة وأحياء المدينة الآمنة منذ يعني 4 ساعات إلى الآن، تصعيد جديد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة عبر استهدافها أحياء حلب الجديدة، منطقة الحمدانية التي تضم 7 تجمعات سكانية، صلاح الدين، الأشرفية، بعدد من القذائف الصاروخية، والحصيلة الأولية إلى الآن تشير إلى ارتقاء 3 مدنيين شهداء وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى المشافي الحكومية مشفى الرازي وحلب الجامعي. وأدت أيضا هذه القذائف الصاروخية إلى أضرار مادية طالت أماكن تساقط هذه القذائف، يشار إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة بدأت منذ عدة أيام باستهداف الأحياء الآمنة بصواريخ الجراد والصواريخ المتطورة، إضافة إلى قذائف مدفع جهنم وحمم 1 وقذائف الهاون وأيضا القذائف الصاروخية المصنعة يدويا سنة. نعم أنس. أنس، ماذا بالنسبة لحركة السير على طريق حلب إثريا؟ خاصة دائما نتحدث عن شائعات تستهدف مدينة حلب وحملة من الأكاذيب وحملة تضليلية أيضا. نعم، مع كل هجوم للمجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه مواقع للجيش أو باتجاه الأحياء السكنية، يتم بث أخبار عن قطع طريق خناصر إثريا في محاولة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية المسلحة. الطريق سالك ويعني يشهد حركة للمسافرين، إضافة أيضا لكل الشاحنات المحملة بالخضار والمواد الغذائية القادمة من وإلى حلب، وهنالك حركة طبيعية بطبيعة الحال على هذا الطريق الاستراتيجي الذي يعتبر فعليا طريق الشريان ليس الوحيد بل الأول لمدينة حلب، وهنالك أيضا طريق آخر يصل مدينة حلب باتجاه أيضا المحافظات السورية الأخرى. شكرا جزيلا، شكرا على كل هذه المعلومات التي وفيتنا بها. وأنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في حلب، سوف نكون معك فور ورود أي جديد. شكرا لك أنس.